بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثالث. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يرثون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون صفاته وصفات خلقه، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته وصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا صف له، ولا يقاس بخلقه ولا ند له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصفوا به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان مجملة فيما سبق، شرع في تفصيلها وبدأ بالركن الأول وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا فصل في كتب مطولة، توحيد الألوهية فصل في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مركوب في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم، كثيرا ما يستدل كثيرا ما ينبه الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه يلزم ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله أخذ القسم الثالث أسماء الصفات، لأن الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام وأصحاب العقائد المنحرفة من جهلية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وسائر من سار على نهجهم هو في توحيد الأسماء والصفات، ولذلك ركز عليه المؤلف هنا. وأما توحيد الألوهية فقد كتب فيه رحمه الله كتابات كبيرة، وأخذه بمؤلفات ورسائل معروفة فيرجع إليها. فتوحيد الإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ولم يقل والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال من الإيمان ومن بالتبعير، يعني أن الإيمان بالأسماء والصفات داخل وهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفنا. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، الله جل وعلا وصف نفسه بصفات في كتابه الكريم،
وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأن له وجها وله يدين. وصف نفسه بصفات كثيرة في القرآن الكريم، هذا كله في كتاب الله عز وجل، لا تخلو صورة من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه، فلا يملك بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر هذا أو يحرفه عن مواضعه. فإن أخل بهذا اختل توحيده، اختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه أنكر قسما عظيما من أقسام التوحيد. فلا يستقيم الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها، فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته. السميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، القدير يدل على القدرة، الرحيم يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، وهكذا صفات ذات أو صفات أفعال، الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، وهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بأسماء، وصفه بصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كذب الرسول على الله وحاشاه أن يكذب، لو كذب لعاجله الله بالعقوبة ولم ينهله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب الإيمان بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، فإن الرسول وصف ربه بصفات وسماه بأسماء، ويجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما بغير فرق. وأما من فرق وقال إن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد، وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات، فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله، يريد أن يجحد كثيرا من السنة. ألا فرق ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق على حقيقته، سواء كان متواترا أو آحادا، يستدل به في التوحيد ويستدل به في الفقه، لا فرق، لأن كل وحي من الله سبحانه وتعالى. هناك من يشكك في السنة عموما، وهناك من يشكك في بعضها، ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال عندهم، لأنها من الله سبحانه وتعالى، ولا يفرقون بين ما كان متواترا وما كان آحادا، بل كل ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما، لا فرق في ذلك. السنة قرينة القرآن، وهي تفسر القرآن، توضحه، تدل عليه. وسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد، سيأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيها بصفات وسماه بأسماء. فإن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة
وهو الإيمان بما هي الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. ما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة ستأتي، وأورد أمثلة من السنة كثيرة ستأتي إن شاء الله، فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا، يجب الإيمان بها وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يجب الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل. التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه، يقال فلان انحرف عن دينه، انحرف عن دينه بمعنى أنه مال عن الحق، ويقولون هذا شخص منحرف، منحرف بمعنى أنه مال عن الحق واتجه إلى غير الحق، هذا المنحرف. التحريف هو الإمالة، إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح، سمى هذا التحريف لأنه من قولهم انحرف فلان عن الشيء أي مال عنه. والتحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق، تحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، فهو على نوعين، هو على نوعين، النوع الأول تحريف اللفظ والنوع الثاني تحريف المعنى. تحريف اللفظ ثلاثة أنواع، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية. التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أهل السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده كما يليق بجلاله جل وعلا، ويثبتون المجيء لله والإتيان لله على حقيقة أنه يأتي سبحانه ويجيء مجيءا وإتيانا يليقان بجلاله جل وعلا كما أثبت ذلك لنفسه، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وجاء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك أي وجاء الملائكة صفا صفا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وإتيانا يليقان بجلاله سبحانه، نثبت ذلك ونؤمن به كما أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات لأن زادوا فيها كلمة من عندهم، فقالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أن يأتي أمر الله، فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن كيسهم، فهذا من التحريف زيادة كلمة، هذا من التحريف وهي زيادة باطلة مردودة لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول وجاء ربك وأن تقول لا جاء أمره، يصير هذا كأنه تكذيب لله سبحانه، هذا تكذيب لله جل وعلا وتخطئ أهل القرآن. هذه زيادة الكلمة، التحريف بزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف بزيادة حرف، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الجهمية وتلاميذهم استولى، استوى استولى باللام، زاد الحرف هذا زاد اللام من أجل معتقدهم الباطل بنفي الاستواء وأن معناه الاستيلاء، فهذه هذا الحرف زادوه من عند أنفسهم، كما أن اليهود زادوا حرف النون لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، حنطة بالنون فزادوا النون، وزادت الجهمية وأتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة، استهزاء استهتار،
حطة بمعنى حطة عنا ذنوبنا وخطايانا. هم حرفوها إلى الأكل، حبة قالوا حبة في حنطة، لأنهم لا يهمهم إلا بطونه، فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهلية والمعتزلة وأغرابهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى، قالوا الرحمن على العرش استولى، فهذا من التحريف بزيادة حرف في كلام الله عز وجل ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يزيدون في كلام الله ما ليس منه. النوع الثالث تحريف بتغيير الحركة الإعرابية علشان يوافق مذهبهم، وذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، قالت الجهلية وكلم الله موسى تكليما، غيروا الضمة بالفتحة فجعلوا الله مكلما وجعلوا موسى هو المكلم هو الفاعل، كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما، فالله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول، هذا نطق القرآن. نطق الجهلية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. ويروى أن جهليا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبع فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أن تقرأ بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله هب لي فعلت ذلك، فما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فألجم هذا الجهل ولم يستطع أن يفهمه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله بهذه الآية وكلمه ربه، أي لا تحتمل تغيير ولا واضحة. فهذه الأنواع من التحريف في اللغة، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة إعرابية علشان يتوافق مع مذهبين. يحرفون القرآن، يغيرون القرآن علشان يوافق مذهبهم والعياذ بالله، هذا من الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى، يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في شيء ولكن يحرفون معناه، فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أشبه ذلك، فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مرادا لله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، كلام يضحك في الحقيقة، كيف يصبر هذا عن عقلاء؟ هذا من التحريف في المعنى، تحريف التكليم، تفسير التكليم بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، هذا مما يضحك العقلاء. ولكن هؤلاء لا يبالون بالسفاهة والانحطاط والعياذ بالله، هذا من التحريف بالمعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل، تعطيل من عطل الشيء إذا فرغ، الشيء الفارغ يقال له عاطل، امرأة عاطل من الحلي يعني ليس عليها حلي، ورجل عاطل من العمل ليس له شغل عاطل، العطل هو الفراغ، فراغ الشيء، يقال امرأة عاطل يعني خالية من الحلي، رجل عاطل يعني فارغ من العمل ليس عنده عمل، بئر معطلة يعني متروكة مهجورة، معطلة متروكة مهجورة، هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات
فمعناه نفيها عن الله سبحانه وتعالى. تعطيل الرب من صفاته أي إحلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه، هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عطل الله جل وعلا منها، وهذا هو معنى التعطيل اللغوي، بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. والتعطيل ثلاثة أنواع، التعطيل ثلاثة أنواع. أحدها تعطيل الكون من خالقه، هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق، وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالصدفة بدون أن يكون له خالق، هذا تعطيل، تعطيل المصنوع من صانعه. هؤلاء كفرعون وغيره من المعطلة والدهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق في عبادته كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عطلوا العبادة، عطلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وأبطلوها بذلك. هذه أنواع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق من صفاته، تعطيل الخالق من عبادته وحده لا شريك له. فالدهر معطل، والجهل ومن صار على نهجه معطل، والمشرك معطل، كل منهما معطل. الأول عطل الكون من خالقه، والثاني عطل الخالق من صفاته من أسمائه وصفاته، والثالث عطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له، فكلهم معطلة. والمقصود هنا هو النوع الثاني، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة وكل من ألحد في أسماء الله وصفاته، كلهم معطلة، لأنهم عطلوا الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا هو قصد الشيخ هنا، قصده التعطيل أي تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته كما تفعل الجهمية وأضرابهم. أهل السنة يخالفونه ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته، بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش. ويؤمنون بأن استواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله، يعني خفض رأسه حياء من الله، خوفا من الله، حتى علته الرحواء يعني العرق، لأن هذا سؤال مكروه، فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله الكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا،
والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية. وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث في الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النزول كيف ينزل، هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم صفاته أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى، لأن الاستواء فرع كيف يستوي على العرش. ويؤمنون بأن استواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، رجل يسأل عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله يعني خفض رأسه حياء من الله خوفا من الله حتى علته الرحضاء يعني العرق، لأن هذا سؤال مكروه فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله الكيف مجهول هذا هو الله، أن كيفية الاستواء مجهولة لنا لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، وأما الكيفية فهو مجهولة لنا. والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية. وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث في الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فنحن نؤمن بالنزول كما جاء وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النزول كيف ينزل، هذه مجهولة لنا لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم صفاته أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى فقل له كيف هو، فإن قال لا أعلم كيف هو فقل له وأنا لا أعلم كيف استوى، لأن الاستواء فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات. فكما أن الذات الإلهية مجهولة لنا فكذلك الصفات مجهولة لنا لا ندخل في كيفيته. ولهذا يقول من غير تكييف ولا تمثيل، يعني لا نسأل عن كيفيتها، لا كيفية الاستواء ولا كيفية النزول ولا كيفية الوجه لله سبحانه وتعالى ولا كيفية اليد لله سبحانه وتعالى ولا كيف يتكلم. نثبت أن الله يتكلم ولكن كيفية التكلم لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نمسك عن هذا ولا نبحث فيه أبدا، ونعتقد أنه يخالف صفات المخلوقين وكيفية صفات المخلوقين، ولا ندخل فيما لا نعلمه. قال الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نحن نمسك عن هذه الأمور غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو تشبيه صفات الله بصفات خلق، تشبيه صفات الله بصفات خلقه، هذا هو التمثيل. والتشبيه هذا يسمى تشبيها ويسمى تمثيلا. فنحن نعتقد أن لله أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين. التمثيل هذا ممنوع في كتاب الله وفي سنة رسوله. قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى ليس كمثله شيء، وسيأتي من الآيات
ما يبطل التنزيه. الذي يعتقد أن يد الباري مثل يد المخلوق، أو أن وجه الباري مثل وجه المخلوق، أو أن استواء الله على عرشه مثل استواء المخلوق على السطح أو على الدابة أو على الكرسي، هذا من التنزيه الممنوع الذي لا يجوز، لأن الله جل وعلا له صفات خاصة به لا تشبه صفات خلقه. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لعابد النصراني، فهو النسيب لكافر النصراني، لأن النصارى هم الذين شبهوا الله جل وعلا بخلقه. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لكافر النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فلا يعطل ولا يشبه، لأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وإن كانت الأسماء والصفات تشترك في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشترك. الحقيقة والكيفية لا تشترك، لو اشتبهت في اللفظ والمعنى فالمخلوق يقال له عليم، بشروه بغلام عليم، يقال له حليم، بشروه بغلام حليم، الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رحيم ورؤوف، لكن هذا اشتراك في اللفظ فقط والمعنى العام. أما في الحقيقة والكيفية فلا تشابه بينهما، لا تشابه بينهما أبدا. هذا معنى قوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فالقسم الأول مخالفة للمعطلة، والقسم الثاني من غير تكييف ولا تمثيل مخالفة للممثلة والمشبه، مخالفة للممثلة والمشبهة. أهل السنة وسط بين الفريقين، لا يعطلون ولا يشبهون، بل يثبتون من غير تعطيل، يثبتون خلافا للمعطلة، من غير تكييف خلافا للمشبهة. ما الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال: بل يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون، أي أهل السنة والجماعة، لأن الله ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. هذه آية من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطل، فأثبت لنفسه السمع والبصر خلافا لقول المعطلة، ونفى عن نفسه التشبيه والتمثيل خلافا لقول المشبهة والممثل. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. فيؤخذ من هذا الكلام المختصر أن أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد لباب الأسماء والصفات، على قواعد عظيمة. القاعدة الأولى أنهم يؤمنون بما سمى الله به نفسه في كتابه، بما وصف الله نفسه به وسمى به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بهذا، يعني يصدقون بهذا ويعتقدونه في قلوبهم ولا ينكرونه. فمن وجد في نفسه استنكارا أو في قلبه نفورا من هذا فليراجع إيمانه. أهل السنة والجماعة مطمئنون، يؤمنون بذلك. هذه القاعدة الأولى، الإيمان الذي لا يعتريه شك بأسماء الله وصفاته. القاعدة الثانية أنهم لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله يعني في سنته. فأهل السنة والجماعة لا يعدون هذا الأصل، ولا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيئون بشيء من عند أنفسهم، ولا يسمون الله باسم ليس في كتابه ولا في سنة رسوله، ولا يصفون الله بصفة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن هذا الأمر توقيهي، باب الأسماء والصفات توقيهي، لا مدخل للعقول والاجتهادات فيه أبدا. الدستور في هذا هو الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة أن إثباتهم للأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، وأن تنزيه الله، أن إثباتهم للأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل،
وأن تنزيههم لله من غير تعطيل، من غير تعطيل، فهم ينزهون الله من غير تعطيل، فيثبتون لله الأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، فهم يبرعون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة، ولهذا يقولون إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، لأن المعطلة غلوا في التنزيه، المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. أما أهل السنة والجماعة فهم وسط، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، ما حلو هذا، فإنه دقيق، هذه القواعد قواعد عظيمة لهذا الأمر. فهم يثبتون لله الأسماء والصفات من غير التشبيه، وينزهون الله عن النقائص من غير تعطيل، بل هم وسط في هذا الأمر، وكل مدارهم على الكتاب والسنة في غير الكتاب والسنة، لأن هذا الأمر كما أمر توقيفي. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، قال: ألا ينفون عن الله أسماءه وصفاته؟ هذا خلاف للمعطل، لا ينفون أي أهل السنة والجماعة عن الله أسماءه وصفاته كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه كما تفعله المؤولة، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته في صفات خلقه. هذا كله متفرع على القواعد السابقة، متفرع على القواعد السابقة. لا ينفون عن الله أسماءه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة كما تفعله المعطلة، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. التحريف سبق لنا معناه، سبق لنا معنى التحريف، لكن الإلحاد ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ما معناه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله جل وعلا أثبت لنفسه الأسماء، وصفها بأنها حسنى، وأمر بدعائه بها والتوسل إليه بها، ونهى عن الإلحاد فيها، وتوعد الذين يلحدون فيها. فما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل، الميل يقال ألحد إذا مال عن الاتجاه الصحيح، إذا مال عن الطريق يقال لحد عن الطريق، أي مال عنه. ومنه سمي اللحد الذي في القبر، لأنه مائل عن سمت القبر إلى جنبه. أنتم ترون اللحد يكون في جانب القبر من الجهة الغربية، نعم، هذا كل يرى. سمي لحدا لماذا؟ لأنه مال عن سمت القبر، وصار في الجهة الغربية منه، وقد يكون في الجهة الشرقية أيضا، المهم أنه يكون على جانب من القبر، فلما صار على جانب سموه لحدا، لأنه لحد أي مال عن سمت القبر. هذا من حيث اللغة. أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو الميل بها عن حقيقتها، الميل بها عن حقيقتها التي أرادها الله ورسوله إلى مذاهب منحرفة، مذاهب الجهمية، مذاهب المعتزلة، مذاهب الأشاعرة، سائر علماء الكلام، الميل بها عن الحق إلى المذاهب الباطلة بتحريف أو تأويل أو تفويض أو غير ذلك، كل هذا يسمى إلحاد. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، وهو على خمسة أنواع. الإلحاد في أسماء الله وآياته على خمسة أنواع. النوع الأول أن يسمى بها الأصنام، يسمون الأصنام بأسماء الله، كما سموا اللات والعزى ومنات، قالوا اللات من أسماء الله، من مأخوذ من الإله، اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، فهم اشتقوا لها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكما سموا الأصنام آلهة، سموها آلهة، والإلهية إنما هي حق لله سبحانه وتعالى، فقالوا لا تذرن آلهتكم، سموها آلهة، نعم الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، أما هذه فليس لها إلهية باطلة. هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن توضع على الأصنام. النوع الثاني من الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله
باسم لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله باسم لم يسمي به نفسه، مثل ما سمت النصارى الله بأنه الأب، قالوا الأب يعنون الله سبحانه وتعالى، والابن هو المسيح وروح القدس، تثليث، عقيدة التثليث عندهم، عقيدة التثليث، الأب والابن وروح القدس، فسموا الله أبا، والله لم يسمي نفسه أبا، لم يسمي نفسه أبا، لما هذا من عندهم. وكما تسميه الفلاسفة بالعلة، العلة الفاعلة، يسمون الله العلة الفاعلة أو العلة الموجبة أو علة العلل كما يقولون، تعالى الله عن ذلك، علة ومعلول وعلة موجبة أو القوة الخفية أو ما أسمى، هذا الله لم يسمي نفسه بهذه الأسماء، هذا من الإلحاد في أسماء الله، وهو إدخال ما ليس منها إدخاله فيها. النوع الثالث أن يوصف الله بصفة لم يصف نفسه بها، كما وصفته اليهود بأنه فقير، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكما قالوا يد الله مغلولة، فهم وصفوا الله بهذه الصفات الناقصة، تعالى الله عما يقولون، صفوه بأنه فقير، وصفوه بأن يده مغلولة، تعالى الله عما يقولون، هذا من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع الإلحاد في أسماء الله بتأويلها على غير معناها الصحيح، بتفسيرها وتأويلها على غير المعنى الصحيح، كما قالت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن يد الله قدرته، وأن وجهه ذاته، وأن رحمته نعمته، إلى غير ذلك. فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، بأن غير معناها الصحيح إلى معنى لم يرده الله ولا رسوله، وفسرت بتفسير باطل لم يرده الله ولا رسوله، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك التفويض، تفويض هذا من الإلحاد، تفويض اللي يقول أسماء الله وصفاته ما يعلم معناها إلا الله، نحن لا نعلم، ليس لها معنى معقول، فهي ألفاظ نقرأها ونكل معناها إلى الله، هذا يجحد، يجحد المعاني التي دلت عليها، يجحد المعاني التي دلت عليها وأراده الله بها. ولا أحد من السلف قال إن، ما أحد من السلف، سلف الأمة وعلماء الأمة المعتبرين قال بالتفويض، وقال إن معنى الصفات الأسماء والصفات لا يعلمه إلا الله، إنما قالوا الكيفية، الكيفية لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فإنه معلوم، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، وقالته قبله أم سلمة أم المؤمنين، يروى هذا عنها رضي الله عنها، قاله كثير من السلف، لأن معنى الصفات، ما معنى الأسماء والصفات معلوم، وأما كيفيتها فهو مجهول. الذين يقولون إن معنى الصفات لا يعلمه إلا الله، فهؤلاء من الملحدين في أسماء الله وصفاته. النوع الخامس تشبيه صفات الله بصفات خلقه، وتمثيلها بصفات خلقه، كما عليه المشبهة، كما عليه المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات، غلوا حتى مثلوها بصفات المخلوقين وصفات المخلوقين، كما عليه بعض الشيعة ومن يسير على هذا النهج، وهو مسلك التمثيل والتشبيه، تشبيه الله عز وجل. ولهذا يقول نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه ولا تمثيل. فالذي ينفي الأسماء والصفات يكفر، والذي يشبه أسماء الله وصفاته بصفات خلقه يكفر أيضا، وليس فيما وصف الله وسمى به نفسه تشبيه ولا تمثيل. ولهذا يقولون المشبه يعبد صنما، المشبه يعبد صنما لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما تخيله في نفسه، والمعطل يعبد عدما، المعطل الذي ينفي أسماء الله وصفاته يعبد عدما، لأنه إذا نفى أسماء الله وصفاته فقد نفى الله، نفى وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد أحد، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل، لا يوجد أحد ليس له أسماء ولا صفات، هذا مستحيل، إذا يكون يعبد عدما غير موجود. المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، هذا معنى
ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته. هذا سبق لنا معنى التكييف ومعنى التمثيل، سبق لنا بصفات خلقه. لا يمثلونها بصفات خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له. هذه ألفاظ معقولة من القرآن. لا سمي له، قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه على الحقيقة. لا أحد يستحق اسم الله على الحقيقة، وإن تسمى به في اللفظ لكن في الحقيقة لا يستحق اسم الله جل وعلا، لا يستحق. يسمى رحيم، يسمى رؤوف، يسمى عليم وحكيم، يسمى المخلوق، ولكن لا يستحق معاني هذه الأسماء على الحقيقة إلا الله جل وعلا. هل تعلم له سمية، أي لا أحد يساميه سبحانه وتعالى ويستحق اسمه على الحقيقة. ولا ند له، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو الشبيه والمثيل والنظير، هو الشبيه والمثيل والنظير. ليس لله سبحانه وتعالى أشباه ولا نظراء ولا عدلاء من خلقه سبحانه وتعالى. ولا كفء له، قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لا أحد يكافئ الله جل وعلا، بمعنى أنه يساوي الله عز وجل في أسمائه وصفاته، لا أحد يساويه. الكفو معناه المساوي والمشابه والمماثل للشيء. فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا كفء له، ولهذا لا يجوز تمثيله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا رد على الممثلة أيضا. ثم قال: ولا يقاس بخلقه. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. القياس معناه الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام، الحاق النظير بالنظير في حكم من الأحكام لعلة تجمع بينهم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، لأنه ليس له نظير، ليس له شبيه، وليس له مثيل، فلا يقاس بخلقه. إنما القياس بين المتشابهين والمتماثلين. ولهذا في الأحكام الشرعية القياس معناه الحاق الفرع بالأصل في الحكم، أليس كذلك؟ لتشابه بينهما، لأن الفرع يشبه الأصل فألحق به في الحكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. الورق النقدي اليوم ما هو بذهب ولا فضة، لكن يلحق بالذهب والفضة لأنه مثله في كونه نقدا وثمنا للأشياء، ثمن للأشياء ونقد، سكة للناس يتعاملون بها، عملة. كما أن الذهب والفضة عملة، الأوراق النقدية عملة، ولذلك تلحق بها في الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. قال: البر بالبر. إذا ما حكم الذرة والدخل والأرز؟ فبماذا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن تلحق بالبر وبالشعير بجامع الطعمية، بكل من أن كل منهما طعام يؤكل ويدخر، أو بجامع الكيل أن كل منهما يكال ويدخر. هذا هو القياس. الله جل وعلا لا يشبه خلقه حتى يقاس عليهم ويشبه بهم، فهذا نفي القياس بين الله وبين خلقه فيه إبطال التشبيه وإبطال التمثيل. ولهذه الأمور كلها فإنه يبطل التشبيه والتمثيل بين الله وبين خلقه. وأيضا أسماء الله وصفاته لا تدل على التشبيه والتمثيل، من فارق بين الخالق والمخلوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض المحققين في شروح العقيدة الواسطية أن ابن تيمية رحمه الله لم يتطرق في هذه العقيدة لعشر مسائل من مسائل العقيدة الهامة، وذكر منها على سبيل المثال الحكم بغير ما أنزل الله والموالاة والمعاداة وأشراط الساعة، فما رأيكم في هذا؟ هو ما تكفل أنه يذكر في هذه الرسالة كل أبواب العقيدة، وإنما أخذ جانباً مهماً وتناوله. وأما بقية الجوانب التي ذكرها السائل فهي موجودة في كتب العقائد المبسطة المطولات، فليراجع السائل يراجع المطولات مثل شرح
الطحاوية مثل شرح عقيدة السفاريني والكتب المطولة، كتب السنة المطولة يراجعها وفيها هذه الأبواب. مهم لازم المؤلف إذا ألف رسالة أو ألف كتاب أنه يذكر كل ما يتعلق بهذا الفن، لكن يأخذ المسألة التي يراها جديرة بالبحث. ولما كان الشيخ في وقت ظهر فيه سلطان المعتزلة والأشاعرة ونفاة الصفات اهتم بهذا الجانب ووضح غاية التوضيح، كما أنه أيضا اهتم بجانب عبادة القبور والأضرحة والصوفية في رسائل أخرى وفي كتب أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الأسماء والصفات؟ الفرق أن كل اسم من أسماء الله يؤخذ منه صفة، يؤخذ منه صفة، كل اسم فإنه يتضمن صفة. الرحمن الرحيم تضمن الرحمة، العليم يتضمن العلم، القدير يتضمن القدرة، وهكذا الحي يتضمن الحياة، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال؟ صفات الذات هي المتعلقة بالذات التي لا تنفك عنها، أما صفات الأفعال فهي التي يفعلها الله جل وعلا إذا شاء، يفعلها إذا شاء، وليست ملازمة للذات دائما، وإنما يفعلها إذا شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من استقام في عبادته وأخلصها لله ولكنه في الأسماء والصفات أشعري، فلو مات على ذلك هل هو مسلم أم كافر لا يصلى عليه؟ لا، هو ليس بكافر، لكن يعتبر مخطئا وضالا، يكون متأولا أو مقلدا لهذا المذهب، لأن المذهب السائد اليوم في العالم الإسلامي واللي يدرس في الجامعات في الخارج في البلاد الإسلامية هو عقيدة الأشاعرة، هو نشا على هذا وظن هو الحق، فيعتبر هذا من العذر، يعذر به ولا يكفر، ولكن يعتبر هذا من الضلال ومن الخطأ، ولكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام ما دام أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم فيما يقسم صفات التوحيد إلى صفات نفسية ويقول بالوجود وصفات معاني وصفات معنوية، وهل هناك صفات بهذا؟ يا إخوان، خذوا قاعدة في هذا، لا تتعدوا تعبيرات السلف، لا تشققوا عبارات جديدة وتحدث ألفاظ جديدة حتى ولو قالها فلان أو فلان من العلماء العصريين، لا تقبلوا هذا. تعبيرات السلف هي التعبيرات العلمية، والسلف أسبق منا في هذا الميدان وما ذكروا هذه الأشياء فيما أعلم، ونحن نقتصر على تعبيرات السلف، صفات ذاتية صفات فعلية، هذا الذي ذكروا، صفات ذاتية وهي الملازمة للذات التي لا تنفك عنها كالحياة والعلم والقدرة والإرادة، صفات فعلية مثل الخلق والرزق والنزول والاستواء والمجيء، هذه صفات فعلية ألغى الله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. أما التشقيقات والتقعرات شيء ما يوجد في كلام السلف، احذروا منه اتركوا، ولو كان قائله مجتهد عنده مرتبة من العلم، لكن المجال هذا مجال خطير، مجال مزلق مظلة أفهام، فلا يليق بالإنسان أنه يبتكر شيء من عنده، وإن كان بزعمه يريد التوضيح ويريد التحديد ويريد. نعم. كم أخطأ بعض الناس من هذه التقعرات وهذه التجديدات التي ما قالها السلف ولا تكلموا فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجاهل الذي ينكر أسماء الله وصفاته ويكيفها، هل يكفر أم يعذر بجهله؟ هذا في سبق الجواب عنه، إذا كان مقلد أو جاهل هذا لا يعذر بجهله، هو مخطئ لكن لا يكفر فقط، أما أنه يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه الله أعلم، قد يعذب بقدر ذنبه، قد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل، لكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بهذا. نعم. قول الشيخ وفقكم الله، أن يعذب سنة الله بالكبير من
من الإلحاد بأسمائه وصفاته. القدير ليس من أسماء الله، ولكنه يخبر عنه، يخبر عن الله بأنه قديم. باب الإخبار أوسع من باب التسمية، يخبر عنه بأنه قديم، لكن لا يقال يا قديم الله قديم، لا يقال هذا من باب الأسماء، لأن الأسماء فوقيهية، لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار فبابه واسع، يقال الله، يخبر عن الله بأنه قديم، يخبر عن الله بأنه شيء، وما أشبه ذلك مما ذكره أهل العلم من باب الإخبار عن الله عز وجل، لا من باب التسمية والصفة. الشيء والموجود والقديم هذه إخبارات. نعم. وكفرنا الشيخ رحمه الله تسمية الكلام لله واجب الوجود، هل يعقل الحادث؟ نعم، هذا من تسمية الله بما لم يسمي به هو نفسه. نعم. وكفرنا الشيخ رحمه الله نجد تأويل وتحريف الصفات في كثير من كتب التفاسير وغيرها من كتب العلماء المشهورين، وعن النصيحة في هذا الباب حتى لا يغتر الطلاب بالعلماء في هذا الباب. النصيحة في هذا مثل تدرسون العقيدة، تدرسون العقيدة الصحيحة، حتى إذا قرأتم في هذه التفاسير تستفيدون مما فيها من العلم وتحذرون مما فيها من الخطأ. لازم تدرسون العقيدة الصحيحة، ولازم من فهمها أولا. أما الإنسان اللي ما يفهم العقيدة الصحيحة ولا درسها فيتجلد هذه الكتب، لا يقرأ فيها، يقرأ بالكتب الموثوقة مثل تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، تفسير التفاسير الموثوقة التي تفسير البغوي التي ألفها أهل السنة والجماعة، لأنها مأمونة ليس فيها شيء من المزالة والصفات. أما الإنسان الذي من الله عليه بمعرفة العقيدة وفهمها تماما فلا مانع أنه يقرأ بكتب التفسير الأخرى ليستفيد مما فيها من العلم، تفسير الرازي، تفسير تفسير الزمخشري، تفسير التفاسير، تفسير النسفي، استفيد تفسير البيضاوي، الجلالين، استفيد منها ما فيها من العلم واترك ما فيها من الأخطاء. حتى القدير الشوكاني رحمه الله نقل كلاما كثيرا للمؤولة ولم يعقب عليه، ففتح القدير مشغول بكلام المؤولة ولم يعقب على ذلك، لأنه ينقل مجرد ناقل فقط، فهو مثل التفاسير التي لا يليق بالمبتدئ أن يقرأ فيها حتى يتعلم العقيدة ويفهمها فهما جيدا. نعم. الله نفي الكيفية، هل يقتضي نفيها عن الله المطلقة أم أن له كيفية ولكن لا يعلمها إلا هو وأن الخلق فلا يعلمونها؟ إطلاق الكيفية على الله من باب التسمية لا، هذا ما ورد في شيء، لكن الإخبار عن الله بأن له كيفية من باب الإخبار، الإخبار عن الله بأن له كيفية وأن له ذاتا لا تشبه الذوات من باب الإخبار لا من باب التسمية. وفضيلة الشيخ رحمه الله، ما هو هدف الفرق الضالة عندما يكون عن الله عز وجل الكلام أو الاستواء على الحق؟ أنهم نشأوا على هذا وظلوه حقا، هذا بالنسبة للمقلدين منهم، أما غير المقلدين فهم أئمتهم فقصدهم التضليل كالجهل بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء قاصدين التضليل، تضليل الأمة، لأنهم ورثوا هذه العقيدة عن اليهود، ورثوها عن اليهود وعن الصابئة، وجاءوا بها في مفساد عقائد المسلمين، فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتضليل. أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا، ما قصدوا التضليل، ولكن ظنوا أن هذا حق ودرسوه وظنوه أنه هو الحق، بل أنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم، فهم هي الحق. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.